أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا. نغمض أعيننا ونتوجه إلى ربنا ونستحضر عظمة الله عز وجل ونؤمن في قلوبنا على الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. برحمتك يا الله، يا ملك، يا الله، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا غفار، يا قهار، يا وهاب، يا رازق، يا فتاح، يا عليم، يا قابض، يا باسط، يا خافض، يا رافع، يا معز، يا مذل، يا سميع، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا لطيف، يا خبير، يا حليم، يا عظيم، يا غفور، يا شكور، يا عليم، يا كبير، يا حفيظ، يا مقيت، يا حسيب، يا جليل، يا كريم، يا رقيب، يا مجيب، يا واسع، يا مجيد، يا واجد، يا واحد، يا صمد، يا قادر، يا مقتدر، يا مقدم، يا مؤخر، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا والي، يا متعالي، يا حي، يا قيوم، يا مقيت، يا مميت، يا بر، يا تواب، يا منتقم، يا عفو، يا رؤوف، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط، يا جامع، يا غني، يا مغني، يا مانع، يا ضار، يا هادي، يا نور، يا بديع، يا باقي، يا وارث، يا رشيد، يا صبور، يا الله، برحمتك نستغيث. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا نعم المولى ونعم النصير. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زيننا بزينة القرآن، أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، أكرمنا بكرامة القرآن، ألبسنا بخلعة القرآن، شرفنا بشرف القرآن، ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، حببنا إلى صلاة الجماعة، ذكرنا بالموت كل ساعة، احشرنا مع النبي المصطفى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا، ويقينا صادقا.
نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، اجمعنا مع نبيك ومصطفاك. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، أهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ولي علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. أصلح أحوالنا، ألف بين قلوبنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. برحمتك الواسعة عمنا، اكشف شر ما أغمنا وأهمنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وأنت راض عنا. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات دليلا وإماما، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تب علينا يا رحيم، سامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الكمال والإنعام، يا ذا العفو والغفران، سبحانك، إذا كان عفوك يستغرق الذنوب، فكيف يكون رضوانك؟ وإذا كان رضوانك تزكو به النفوس، فكيف يكون حبك؟ وإذا كان حبك ينير القلوب، فكيف يكون ودك؟ وإذا كان ودك ينسي كل ما سواك، فكيف يكون لطفك؟ يا مجيب دعاء المضطرين، يا ولي عبادك المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا منتهى أمل الراجين، يا حبيب قلوب الصادقين، يا خير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون، ولا لحظ العيون، ولا ما استقر في المكنون. كيف نستدل عليك ونحن في وجودنا مفتقرون إليك؟ اللهم إنك قدرت وقضيت،
وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وأغنيت وأقنيت، وأضحكت وأبكيت. المرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك. كل عزيز غيرك ذليل، وكل قوي غيرك ضعيف، وكل مالك غيرك مملوك. لك العبادة وإليك التوجه، ومنك الخشية وعليك الاعتماد. لا احتكام إلا إليك، ولا سلطان إلا لشريعتك، ولا اهتداء إلا بهداك. كل شيء قائم بك وخاشع لك، غنى كل فقير، عز كل ذليل، قوة كل ضعيف، مفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش تكفلت برزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده، فاسأله من أرباك. إذا رأيت البدر يسري ناثرا أنواره، فاسأله من أسراك. إذا رأيت النهر بالعذب الفرات جرى، فاسأله من أجراك. إذا رأيت البحر في الملح الأجاج طغى، فاسأله من أطغاك. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الصبر إلا على بلائك. نسألك خفايا لطفك، وفواتح توفيقك، ومألوف برك، وعوائد إحسانك، وجميع سترك، وروح قربك، وجفوة عدوك. اللهم احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة، وعند الطلب من الخيبة، وعند المنازلة من الطغيان. فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.